Absolument. Alors justement, on va les inviter. Et Karine, aussi pour la musique. Merci d'applaudir le DOP du film. الفيلم 55 هي شي حاجة اللي أنا هز معايا يمكن مني كانت عندي 6 سنين وما عارفش بين خصني ندير السينما. ومني دخلت لمدرسة السينما في السبعينات كان داز واحد الفيلم سميتو لا باتاي دالجي، كان واحد أحسن فيلم تعلي اللي تصوب، وما عمر شي فيلم يتصوب بحالو، تصوبو بونتي كوبو على لا غير دالجي. دونك انا ديما هز معايا حيت نكت في دار باسيدي الله يرحمه وتنطلع لفاس، عندي عمامي انا كانوا مواطنين ومقاومين تيدخلوا السناح يخبعوه وداك الشيء، دونك عشت شويه وعشت المرحله ديال السلطان محمد بن يوسف في القمر. دونك هادو مرحلات عشتهم، وكنت نقول خصني نصيب كي نصور هادشي باش نمكن لي نكون على قد السينما اللي تكلمت على المقاومه، ونكون سورتو او نيفو ديال كي نفسر لا فيولونس. حيت دابا بحال دابا شنو وقع في فلسطين، هادو تيغوريست يقولوا ها الفلسطينيين، دونك في الدماغ ديال الناس داكشي مخربق، ولا فيولونس تنشوفوها في كل بلاصه، دونك ساهل دير لا فيولونس وندابزها وداكشي. ابسوليمون هذا حلم ديال الطفوله تحقق، و50 عام وانا هازو وما عمري عرفت كي نديرو. ومني صبت الفكره ديال دغي صغير تيدوز السناح للناس، مشيت من نهار العيد الكبير 30 جويي 55، داكشي على سميتو الفيلم 55، العيد الكبير الثاني ديال المنفى ديال محمد بن يوسف، منعوا الذبيحه ديال العيد الكبير. الولد ديال 11 عام كان مفقوس، شنو عنده بحال المقاومه الفرنسيس، هو خصو الحولي، ما كاينش الحولي دونك مفقوس، تيقولوا شنو بغيت الناس اللي ما فاهمينش هذا الجيل هذا شنو هو ذاك الحماس وشنو هي ذاك المقاومه كي ضحاو الناس بروحهم، خصهم ياخذوا ذاك الفكره. الكاميرا في لاوتور ديال الولد الصغير ياخذوا الفكره، ذاك الولد اللي ما فاهم والو بحال الناس اللي يمكن مغاربه ولا يمكن في الخارج شنو ما كان ما فاهمين شنو هي المقاومه، يزيبوز يتزوج ذاك ليفولوسيون ديال المرحلات كلهم ديال ولد صغير انوسون ما عندوش شكل حتى تيولي مقاوم. ونبغي الناس من يخرجوا من الفيلم يشوفوا بين هذيك لا فيولونس اللي تنقولوا ديال التيروريزم داك الشيء كومون الي جوست حقيقيه، خصها تكون هكا خص. وكانوا الناس كانوا الفرنسيس في الفيلم ديالو تيقولوا المقاومين تيروريست، بحال دابا كاين لوكسيدون تيقول فلسطين تيروريست، ولكن يمكن كاين اون فورس كيفاش هذاك التيروريزم الي جوست وخصو باش يقاوم باش ياخذ ويربح البلاد ديالو والحريه. اولا سعيده جدا ان وقع الاختيار عليا في البيرسوناج الزهره من طرف المخرج الكبير عبد الحي العراقي، واحد السيده اللي مناضله دمها حرش، عرفتي ديك الروح ديال التمغربيه اللي كتزرع معنا وحنا صغار. الوغ غتشوفي هذيك السيده البسيطه في الاول اللي مقابله غير وليداتها وكتقاتل على طرف ديال الخبز، غتلقايها واحد الوقت خارجه حتى هي في المظاهره وكتنض ضد الاستعمار، عرفتي واحد الوقيته انا كنشوف هذيك هي النقطه ديال التحول ديال البيرسوناج هنا فين غنبداو نحسوا بالثوريه. كنسمعوا الدقان في الباب كيسحب لهم بلا راه جنود فرنسيس جايين للدار، راجلها كيقول لها الا كان اللي قدامي كيهضر بالفرنسيه عيقي انهم الفرنسيس، خبي الصوره ديال السلطان الشرعي للبلاد اللي هو جلاله مغفور الله محمد الخامس، سمعتيني اللي كيهضر معايا غير بالعربيه صافي رجعيها. هذه ما تقبلاتها جاتكم عشي قد الحجر على قلبها، كتقول له هذا راه موت بطيء هذا الخوف وانا ما قابلاش هذا الخوف، ولكن انت باغي تسكت انا ما غنسكتش وانا غنخرج وغنغوت ما عندهم ما يديروا ليا، عاش السلطان الشرعي للبلاد. من هنا
غنشوفوها خارج المظاهرات وما مسوقه لا تموت ولا ما تموتش، راه بلادها. الوغ هذه هي الروح ديال المواطنه اللي كانت عند جدودنا المناضلين الاولين، كيفاش تقاتلوا على هذه البلاد. عرفتي كتنضاطر الفوارق الاجتماعيه، المستوى الثقافي، انت اصلك من اين مدينه؟ غتلقاي المغاربه كاملين يد وحده كيتقاتلوا من اجل عوده السلطان الشرعي للبلاد، والحمد لله بقينا ملتفين حول الاسره العلويه الى يومنا هذا، ويا ربي ديما. هو بيان سور لان هذه ماشي مجرد قصه فانتازيا حنا كنحكيوها للناس، هذه وحده من القصص الالاف اللي عاشوها المغاربه. وفي كل اسره مغربيه غتلقاي جدك ولا جداتك ولا عمك ولا غيكون احد المقاومين، كاين اللي مشى لي عمره، كاين اللي تبتر له شي طرف من الاعضاء ديالو. يعني حنا اوني با اون تران دو راكونتي شي حاجه اللي هي قصه اللي غنتاميوزاو فيها، هذا واقع عاشوه المغاربه. يعني كتحسي بمسؤوليه اكبر، راه انت كتهزي واحد الصوره صغيره وكتجي بها للشباب ديال دابا. ها جدودنا اشنو داروا؟ يعني ما كاينش هامش الخطا، كنخدموا باحساس قوي. يا ربي فريمون نكونوا توفقنا، لان التمغربيت ما كتباع ما كتشرى، وحب الوطن رمز ما يمكنش ما كيتزايدش عليه. وجدودنا راه ضحاو بدمهم على وديت الوحده الترابيه، نبقاو ملتفين حول صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد. لاله فاطمه.